شهيد الكرام، نتمنى بلي راكم بخير. اليوم غنساكبو واحد لي كريب ساهلين زوينين وغنعطيكم طريقه باش تعملوهم وندوزو المقادير. غادي غنحتاجو جوج كيسان ديال الطحين، جوج معالق ديال سنيده على حسب الذوق باش ما كيتحرقش بزاف، واحد جوج ثلاثه د البيضات ولا جوج، ورشه د الملح، واحد الفانيا، واحد الكيس نتاع الفانيا، انا كنزيد واحد الكيس ديال الفاني، ثلاثه د الكؤوس، غنزيد ثلاثه د الكيسان د الحليب وانا كنخلط. كيفما كتعرفوا لي كريب كيكونوا جاريين، من بعد نديرو في الخلاط الكهربائي، ها نخلطو بهذه الطريقة حتى ما بقاوش حتى يندمجو المكونات كاملين، ونديرو في الخلاط الكهربائي. غنطحنو هذا الخليط في الطحان الكهربائي تيولي الخليط ديالنا مندمج، ما بقاوش كيبان لنا الصفار البيض والطحين، ندوزو باش نطحنوه. دابا ما طحنا الخليط ديالنا ومدمجنا بدياتو مزيان، غادي نطيبوه في البوطول نتاع البغرير اللي عندو. انا عندي هاد الكريبيز، ها كنشدوها هكا، ها كيطيب من الفوق ومن تحت وميم طون بلا ما نعاود نقلبها ولا نديرها كيف ما عندنا. دابا غندوزو غنخليوها تسخن شويه، نشعلوها على درجة حرارة. المرة الأولى غندهنو الكريبيز ديالنا بالزيت ولا المقلة ديال البغرير ديالنا باش ما تلصقناش، ندهنوها من فوق ومن تحت بهذه الطريقة. بعد ما سخنات الكريبيز ديالنا غنديرو فيها لي كريب ديالنا هكا، نوزعوهم نكبروا الحجم ديالهم كيبقى اختياركم. انا كنبغي نديرهم شويه صغيرين باش كيتكالو وكيجيو صغيرين وزوينين. دابا غنسد الكريبيز ديالي ونسيت شويه. بلاتي ما غنطلعو اليوم كيفاش طلعو، ها كيفاش كيطلعو من اللور ومن القدام كيبقاو يتقشاو غير بوحدهم. الا بغينا نعمروهم بالخضرة واللحم غادي نعمروهم هنايا، الا بغينا نعمروهم غير بالشوكولا نيتيلا وداكشي نعمروهم حتى يخرجوهم. الكريب ديالي بالزيت هكا، وندير عاوتاني ندير الكريب هكا، حاول الحجم على حسب الذوق، انا كي الحجم على حسب الذوق. انا بغيت نكبرها شويه، نحاول نمشيو الكريب ديالنا بشويه باش ما كيجيش غلط بزاف هكا. غنشد الكريبيز ديالي ونصين واحد شويه على ما تعب الكريبيز ديالي. كيفاش لقيت الكريب ديالي كيتحرك غير بوحدو يعني ما لاصقش، والمهم لي ندو المقلة نتاع شي مقلة خصها ما تكونش كتلصق باش ما يلصقش الكريب ديالنا في المقلة.
وانا درت هاد الكريبوز هاد الكريبوز هاد الكريبوز خصا غير لي كريب شريها غير لي كريب هانتوما كي كيطلع كيولي كيتنفخ محلول من الداخل ومحلول مزيان ها انا بالنسبه ليا كندير الاحجام كبيره كدير فيها كندير فيها احجام كبيره بالنسبه اللي عنده المقله قد يعطي داك المقادير اللي قلنا عليه بزاف تاع لي كريب ولكن انا غيعطيني 3 ولا 4 حتى تنديرهم كبارين الحجم اختياركم كي كتجي من الفوق حنا هكا نشدها وثاني عليها نكمل بهاد الطريقه كاع لي كريب ديالي طيب لي كريب انا خاطرهم ماشي بحال في البوطه كتخطفهم غندير وحده اخرى عاوتاني ندهن شوية الزيت ها وندير وندير واحد لي كريب وحده اخرى نحطها في كاع البلاصه هكا من بعد غنشدو عليها لي كريب في هاد المقله كيجيو صراحة رائعين كيتنفخو يعني لي كريب لي كيتنفخو راه كيجيو كيكونوا مزيانين ها هانت من ما هو من فوق كريبوز هو ما كيجاو ها انا حطهم حدا فوق وحدة حتى شفتهم ودابا مبقاوش كيسيرو قبل كنت حاطه كل وحدة براسها متفرقين باش ما يفزقوا لياش ها هما راه ما فازينش انا عندي كونفيتور وفرماج غاد اولاسل باش غنعمرهم وندوزو لطريقه التمر فرماج جوبا نديرهم بالفرماج باش العسل تجي مزيان مع الفرماج من بعد ما درت الفرماج دهنت كاع المساحه تاع الكريب ديالي غادي نزيد العسل ها غنطويو بهذا الشكل هكا غنطويو بهذا الشكل هكا هذه الطريقه اللي بغى يعمر بها كيما كيبغيش يقد يدير كوفيتير نيتيلا اللي بغى دابا غندير بالكوفيتير كدا بالكوفيتير كوفيتير مصاوب في الدار قول ها من بعد ما دهنت كاع هاد الكريب ديالي بالكونفيتير غنزيد لي اللوز الكاوكاو سمحوا لي نزيد عليه كاوكاو هكا ونطوي نفس الطريقة اللي بغا يطوي مهم الطوز وحدة هكا وحدة هكا وغادي تقدو تقطعوها طريفات صغيرين إلا بغيتو تقطعوها طريفات صغير هكا هكا كوفيتير وغنزيد عليها الزبيب هكا وها كيفاش طلعت هادي تاع الكوفيتير نهائي نتاع لي كريب ديالنا ها هما هادوك اللي عمرتهم هادي نتاع الفرماج والعسل هادي نتاع كاوكاو والكوفيتير هادي نتاع الزبيب والكوفيتير هادو لي كريب اللي ما عمرتهمش هكا حتى كتبقى اختياركم تعمروهم ولا ما تعمروهمش
ونتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وابونيو لاشين ديالنا ولا فيديو اخر.